نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الدنيا قطيشوا أوعدي وعلاش طايشوا قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وما يزهلوا أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نسبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الضيق طيشوه أوعدي وعلاش طيشوه قولوا لي وعلاش لا منسال عليه لا منسال عليه لا منسال عليه صار وحده يشبه خياله عذبوا لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب عنا حبس ويباتوا يحتالوا ليل ونهار ويراقبوا أوعدي وعلاش يراقبوا ما غفلوش عليه ما غفلوش عليه نسبولوا الشبكة وصيدوا ماما كان راح يدفني حية خلاص بنتي خلاص انسي هذاك راكي معايا كان يجواني وعدبني خاطرش نشبه لك انتي خاطرش على بالي وش يخدم ربي يهديه ويغفر له خلاص إله ده ربي وغفر له ما يرجع لعندنا ونقوله كما كنا كيفاش هذا يرجع؟ نقوله عائلة علاش لا لا ربي حنين كريم
الو، هلا شاف لاباس؟ لاباس الحمد لله. ايه راني في الطريق، راني في الطريق، ما نطولش ان شاء الله ونجي. ايه ماشي مشكل. نعم ايه خلاص خلاص، كي نجي نهضروا شاف. اوكي يعطيك الصحة، سلامة. مصطفى. لا عمي عربي كيفك؟ السلام عليكم. لاباسك مليح؟ واش راك؟ لاباس الحمد لله. لبالك والله غير على بالي بلي نلقاك هنا. الله غالب ما طبتش، عيت عيت وليت نجي هنا نشرب قهوه هذيك، شم ريحتها هذيك. كاينه كاينه الله غير كيف كيف. انا كنت وحش الحاله نجي هنا نعمل دار يرتاح خاطري ونريح. سيرتو نجي ما نجيش مريحة الشيخ والجدود. على بالي. على بالك مصطفى توحشت. توحشت قاعدة في مرحة. احسرة. يا دعمي عبي فرات. الحارة. مازال يا وليدي مازال. مازال في المزاد. أنا ندعو لربي إن شاء الله. ما يفرج ان شاء الله، ان شاء الله تتفرى باذن الله، ان شاء الله تتفرى والحاره تعاود تولي كما كانت، نعاودوا له كاع كما كنا، كي انا كي سليمه ما طقناش نخرجوا منها. الله غالب والفنا هنا ان شاء الله يا ولدي ان شاء الله. ان شاء الله تتفرج. هذا ما انا ندعو صباح وعشيه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. تربع الحاج ربي يسلمك. تربع الحاج تربع. يا الو شكون؟ واش صرا؟ أولا أبدأ الندوة الصحفية بشكر السيد رفيق، شكرا على حسن الضيافة والاستقبال وعلى تخصيص جزء من وقتك الثمين في خضم كل انشغالاتك وكل مسؤولياتك، أعطيتنا وقتك، إذا شكرا سيد رفيق. لي الشرف سواء من القناة تاعكم ولا كافة الصحافة الوطنية، شكرا. شكرا. أولا نبدأ بسؤال من محور ندوتنا باش نعطيه للقارئ صورة واضحة على سر نجاح شركتكم باعتبارها من أكبر المؤسسات الاستثمارية في الوطن وفي شمال إفريقيا، ومن جهة أخرى نجاحكم الشخصي وتبوؤكم لمكانة كبيرة بين أكبر رجال أعمال الوطن العربي. كلمة نجاح عندها مسؤولية، عندها ثقل في نفس الوقت، باش نبقاو في نفس المستوى للشركة والمؤسسة وفي نفس القمة يجب تضفر كل جهود العمال. لولا الفريق ما كانش اسم رفيق. بالمناسبة نشكر جميع العمال الشركة من أعلى منصب إلى أبسط العمال. بعد إذنك سيد رفيق نقدر نعرف طبيعة ونوع المشروع؟ أكيد بكل شفافية. إحنا الآن إحنا عندنا مشروع برج اقتصادي بمواصفات جد عالمية،
هو يقوم في وجه إبراز الاقتصادي للمنطقة وحتى الاقتصاد الوطني. احنا نتابعه باش ما يكونش في منطقة واحدة، حيكون في جميع المناطق ولما لها تتسع حتى في المغرب العربي. مشروع طموح، نتمنى لكم كل التوفيق. سيد رفيق، إذا أمكن تعطينا تعليق حصري موقع هذا المشروع. نعتذر. أبأس. شكرك. نعتذر، سمحوا لي. كنت قلت لك باللي أنا عندي فريق يقوم بالدراسة الاستراتيجية. عندي موقعين، الموقع الأول والموقع الثاني، الأخير والأنسب ربما راح نبدأ فيه إن شاء الله بعد إذنك سيد رفيق. يعني تقدر تعطينا رقم على القيمة المالية لتجسيد هكذا مشروع وحول تأثيره على المدى الاقتصادي؟ أنا نفضل الرقم نحتفظ به، بس هنقول لك بلي المؤسسة راح توظف 1200 بطال في منصب دائم. يعني كي نقول لك 1200 بطال يعني 1200 عائلة راح تستفاد من الشركة. كوميسار ما نكذبش عليك، حالته ما تشكرش. دوك ندخلوا للبلوك نديروا لي علينا والباقي على ربي سبحانه. عنده عملية ولا واش؟ قول لي الطبيب طمني وقول لي واش كاين. عنده إيموراجي أنتر. سامحني حضرت لازم ندخل. صح تفضل. وين راك يا رتيبة؟ راني هنا لالا، تهت شوية برك. اواه ماشي هذه المرة الأولى اللي تتوهي. أنا حاسة بلي راكي مخبي علينا حاجة. واش راح نخبي لالا؟ تهت برك نخمم في مشاكل حارة. إيه نسيت ما قلتلكش يا أخي العربي، راه عند اللوسي قالوا يا تسلكوا يا تدخل المزاد. غلقها في وجهه ضربه واحده، ما كانش حل واحد اخر. علمي علمك يا رتيبه. طبيب. حضرت مازلت انا. راني هنا. قول لي واش كاين. الحمد لله سلامات. الحمد لله الحمد لله. قول لي نقدر نروح نشوفه يا اخي. لا هذا وين درنا العمليه ومازال ما فطنش وقدرنا نسيطروا على الوضع. الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحمد لله، روح تريح وغدوه ان شاء الله اروح اشوفه. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه طبيب، بارك الله فيك. قايمين بجميع اجراءات التفتيش، كاميو دخلوا سكانر فتشوه من الفوق حتى لتحت، ما صابوا فيه لا داب لا فضه لا قصدير. مواد البناء من جوده عاليه، حضارات مؤسسه عندها سلطه الاستثمار والعقار. احنا خدمتنا حميو القانون ونطبقوه. وانا جيك من الاخر، كنا دايرين باراج حكمنا كاميون فيه الذهب، عنده اون فالور كبيره، مصنف كتراث عالمي، تسرق من بلد اوروبي وشحال هما يحوسوا عليه. وكي درنا تحقيق لقينا الكاميون تابع للشركه تاعك. القضيه راهي باينه واضحه وضوح الشمس. هرب دارها الخابط وهرب. هرب والله غير تحير مانقري، كل حاجه كانت في بلاصتها. تقول من حوله يوم انت رفيق جاك ساهل يوم في الليل خدمه خدمته هو وجماعته، لعبها لنا كامل. سمعت ودانا كاع كون تربي بس على الحبل قد ما يطول يقصر.
من جهة أخرى نجاحكم الشخصي وتبوؤكم لمكانة كبيرة بين أكبر رجال أعمال الوطن العربي. كلمة نجاح عندها مسؤولية، عندها ثقل في نفس الوقت. باش نبقاو في نفس المستوى للشركة والمؤسسة في نفس القمة، يجب تدفر كل جهود العمال. لولا الفريق ما كانش اسم رفيق. بالمناسبة نشكر جميع العمال. كلش راه واجد بطل الفول تاعك من على ثلاث سوايع. بعد إذنك سيد رفيق، نقدر نعرف طبيعة ونوع المشروع؟ أكيد بكل شفافية. إحنا الآن إحنا عندنا مشروع نعرف وجهه صحيح اقتصادي بمواصفات جد عالمية. هو يقوم في وجه إبراز الاقتصادي للمنطقة وحتى الاقتصاد الوطني. راكم ريقل درك هي كي تروح نسي ما تعطيكم فلوب. مرسي يا رفيق هنيتني. هقا ناصر راه مليح شوية؟ ناصر موش مليح، ما عجبنيش المورال تاعو راه زيرو. عيطوا له لابوليس في القضية تاع اللانكويت وحكموا واحد السيد لقاوه هو الانترميديير تاع القضية. إيه من بعد؟ الشرطة راه دير في خدمتها برك. ناصر ماهيش مكتوبة في جبينو بلي تاعو. ويا لو صحة. أوكي صحة. مدام فايزة لحقت، روح طلعها. وهذه من المطار جات ديريكت عندك؟ هادو الناس ما عندوش وقت كيما انت الياس. هيك طولت. يلا يا خويا. اوكي الله الله ريحتي غير شويه نطي للشغل. ماما عبك بلي ما نحملش نقعد بلا ما ندير والو ونتقلق. على بالي بصح انا مادا بيا تريحي له ماكسيموم. انا مريحه ماما. حقا بابا موشي بنات اليامات. بابا كسمنا كامل هو مع لي سيمينار مزيان لي هنا وماشي اويلايا، سينو ما تشوفيه لا في الليل لا في النهار. معليش ربي يعاونو ان شاء الله. رفيق عاود عيط قالي شوفي حنان ولاكش ما تحتاج وحاب يعرف وقتاش يجي يديك. قولو ما نحتاج والو ومي سقس عليا ما سقس عليه وما كان يجي يديني. يعني مليحه هنا. علاش ماما؟ ماما ما نحبش نقعد في هذيك الدار، نكره حياتي وحدي نهار كامل وننظر تما كي الغوله. خلاص 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 بنتي كملي واش في يدك روحي نقعدو ونشربو قهوه ونكسرونا بنتي داكوغ. نعود لك لينا. سالو نسيمة، واش راكي صافا؟ الحمد لله الياس. هذه نسيمة لا ديريكتريس جينيرال تاعنا. صار هذه نسيمة الله يبارك. يبارك فيك. شوية هكذا نفوت لك البيرو. تفضلي مدام. مرحبا بك مدام فايزة. حقتي بخير؟ سقسي لوان ويقول لك. علاش لوان راه في لندن؟ باوي الطيارة اللي حطاتو هي اللي جابتني. كما قلتي ليش انتي انا ما على باليش مدام فايزة. ماما انا ما كنتش على بالي تلاقيتو في الايغوبور. مهم ندخلو في المفيد. قلتي لي بلي راك محتاجتني في امر ضروري وعاجل. وانا باش نقدر نفيدك ولا نعاونك مدام فايزة؟ خويا رفيق على بالك بلي الاستثمارات تاعي راهم كامل في اوروبا وصافي ماما ما جيتش لهنا. ما على باليش كيفاش راح نبدا وعندي ان غون بروجي. عندي مشروع سياحي جديد. المشروع تاعك راه مدون على الورقه ولا ديجا كي باديه في الخطوات تاعك؟ نوع المشروع تاعك مدام فايزة قابل عليه السلطه ولا جهه مخصصه؟ ما تقلقش روحك لوان قام بكلش وانا في لندن ما كان ليا غير نسني. بما دام تدخل فيها الوان انا من درك نقول لك مبروك عليك.
رفيق انا ماذا بيا نوضح الامور من دوك. حتى انا نحب الوضوح مدام فايزه. الحاجه اللي قريبه ليه هي الدولار واليورو. ما معنى قريب عليا الدولار اورو وبوندا؟ على بالك ملي راح المرحوم لقيت روحي وحدي نوقف على كاع لي بروجي. لو بروجي هي مركب سياحي 5 ايطوال اي بور مو كاين غير انت رفيق اللي تقدر توقف لي هذا لو بروجي. اوه مدام فايزه نشكرك على الثقه اللي مديتيها لي، بصح مشروع كيما هذا نقول لك مبروك عليك. اوكي ما عليا غنجيب لك لاباباس ونتكلوا على ربي. هذيك اللي جبتها مقبل شكون؟ فايزة. شكون فايزة؟ فايزة فام دافير كبيرة، هذيك عندها لي زوتيل بارتو، عندها في الانجليز، في الالمان، في فرنسا، في الطليان. واش تدير عند رفيق؟ واش تدير عند رفيق؟ معرفة قديمة هذيك، واش بيك؟ قل لي مزوجة؟ سابقا كانت متزوجة. كان زعما هكذا رفيق يدير فيا مزية ويشوف لي معاها لافير. والله يا ناسي ما غنصبح من نهاري معلم، مستقبل اسوري. واش ما عجبكش الحال؟ شكرا على الزيارة تاعك مدام فايزة، هذا غير البداية برك. C'est un honneur de travailler avec. Franchement, on se connaît depuis longtemps. حتى لدوك باش كتبت نخدمو كيف كيف. كلش بالمكتوب مدام فايزة. Alors on s'appelle. تفضلي. يما وعلاش راكي تبكي؟ ما قدرتش نصبر عليه، راه غايظني مسكين، راه بعيد للبرد. يما شوفي وجدت القفه تاعو، درت كيما قلتي لي، درت هذاك الجواز، درت له القهوه. قولي لي الخبز ندير له وحده ولا كامل؟ ديري له كامل. ربي يطلق صراحه ما شاء الله، يعطيك الصحه انتيا. هيا هيا ادخلي ادخلي، هيا هيا ما تخافيش ما تخافيش، ادخلي يلا تخافي. نو ما تخافيش، هذه الدار اللي ساكنه فيها انا موليها بزاف ناس ملاح، فك تشوفي يلا ادخلي. مرحبا بنتي مرحبا بنتي مرحبا مرحبا بنتي. مرحبا بكم، تفضلوا تفضلوا. أمير بنتي واش راكي؟ صح عمي العربي. الله يسلمك الله يسلمك يا بنتي. سبحان الله، راتي بس صغيرة فولة وتقسمت. صح والله. هيا بنت خالتك حورية سلمي عليها. مرحبا بك، الدار دارك. صح كيف رحانة رتيبة؟ بزاف يا للا بزاف. ربي يدومها إن شاء الله. إن شاء الله. حورية وجدتي لها بيتها؟ يا حسرة. صح عديها تريحي مالا شوية. ها؟ أما تروحي تستعفاي. دونك كملنا كل النقاط اللي جمعتكم عليها. يعطيكم الصحة. الحمد لله مسيو رفيق، كل حاجة تمشي كما يحب خاطرك. كما يحب خاطري وخاطرك نسيمة. بلا فولونتي اللي عندك كملنا فيت في، يعطيك الصحة. ولا واش قال إلياس؟ آه صح والله صح. طفيلان ما شاء الله. برافو. أنا جامي شفت موظف ولا موظفة بهذا الحماس. يعطيك الصحة. هذا وسام نعتز به إلياس.
مسيو رفيق انا نروح نخليكم تشوفوا خدمتكم. هاي وسي رفيق. واش كاين الياس؟ شي اللي راه شاغل بالك؟ غير خوف قولو. راك فاهمها نتاعك تفهمها وهي طايره في السماء. هاي واش كاين؟ طيب كيفها؟ كيفها كيفها؟ قصدي واش نديرو؟ اه نهربوه نخنقوه نعذبوه نقتلوه. الطيب ما يجيكش منه الشر الياس. صح هو حمار ومجرم قلبه بارد، بصح ما تقدرش تتصور شحال الفدا لينا. صح سيدي، ولازم تكون على بالك باللي كمال او منعم الموت، وهذا ثاني واش نديرو؟ نخليوه جوستومون. هذا كل مرة اللي حياه تاعي ما عرفتش كيفاش ندير معاه. تشوف نزيدو له يامات شويه وندبروا الرسالة. مرحبا بك امال، الدار دارك ان شاء الله برك تعجبك ماكلتي. تعجبها تعجبها. كاش ما سخفتي؟ كي كانت صغيره تحب الرشطه. بزلتي الرشطه على العين وعلى الراس، نطيبها لبنتي. حوريه ايش سقيل هذوك؟ انا هضره برك. الله يا سيدي. يلا ابدأ بسيدي العربي. لا سيدك العربي يبدأ بشلادة. صحتك. يلا بسم الله. هيا قولي بنتي. هاتي راتبة الطبسي تاعك. والله تبان بنينة من الريحة. هيا بصحتكم. وانتي يا بنينه بصحتك. الو. أهلا أمينة، واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. أنا بديت أريح شوية. لاباس سؤال عليك. الله يسلمك. كيفاش؟ وانتي واش بانت لك؟ لاكسيدون هذي راح تحبسني على لونكات كما يقول لك المثل. ما هنا نبال حتى نشوفهم واحد بواحد في الحبس. تفاصل ما بقاليش بزاف، واحد النهار ولا يومين ونخرج. ثم تفهم معاه. هيا داكور، تبقى على خير. بسلامة. تفضل. واش عندك؟ جبت لك التقرير النهائي كما طلبت. يعطيك الصحة. قولي لي القضية اللي عطاها لك المفتش كامل واش درتي فيها؟ كل خطرة يزيد فيها الغموض حضارات، وكل ما نكتشف حاجة جديدة كل ما تزيد الأسئلة المطروحة أكثر. فواش؟ مثلا كل الحسابات البنكية اللي كنت نتبع فيها ألغوها. بس هذا الشيء كان بين، وكان بين من الأول وكنا عارفينه. تتفصل. شوفي راني جبت لك وراح نقدم لك معلومات جديدة اللي راح تعاونك وتساعدك في القضية هذه. أوكي حضرات. لا يا سي ربها. لا يا سي العربي. ياك لاباس؟ والله الحمد لله. وانت واش راك؟ الله يحمد رايك. والله الحمد لله رب العالمين. قول لي واش الزياره هذه كيفاش؟ يا سي العربي جابني الوحش. الوحش يا سي العربي، الوحش هو اللي جاب لي. وعندي احساس ما نطولش ونرجع هنا ان شاء الله. تاع الصح. الله تاع الصح. انا نفس الاحساس كيف كيف. ان شاء الله ان شاء الله انا نكملوا حياتنا في هنايا في هذه الحاره.
سبحان الله، كل وقت وقته وكل وقت بحينه. سبحان الله، المحين ما يخلصوش، ما يخلصوش يا سي ربح. راك شت الاستعمار دوك الاشرار ويدرى واش راه جاي، ما يكون غير خير ان شاء الله. الحمد لله على كل الاحوال وخلاص على مكان. الحمد لله، الحمد لله ربي ونشكره. واش نديرو حقا والولد كيفاش؟ راهو لاباس الحمد لله. صح، هاني نستنى الزيارة الجاية تراهم نشوف. الحمد لله، كاش خبر جديدة. ربي يطلق سراحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ولد عاق الله يبارك. امين، هذا ابتلاء تاع ربي سي العربي. سبحانه، صح. الحمد لله. ايوي. حارة كيما هذه بقى هكذا. هذه ان شاء الله، ان شاء الله كي اليوم ترجع لينا. ها الحمد لله عليك يا سيدي، هاو اليوم راك هايل، راك مليح، راك خير من الخطره اللي فات. المره اللي فاتت قلت لك راني لاباس، مانيش فاهم واش راني ندير هنا. راكي تشوفي هاي امينه. انا شدمتك امينه، واش راكي؟ والله لاباس الحمد لله. وانت واش راك لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. قول لي، والسيد اللي كان معك هنا رواح؟ خرج الصباح الحمد لله عليه. عقوبة لك إن شاء الله يا أخويا كمال، كي اليوم؟ إن شاء الله. لونكات وين وصلت؟ وقت هاد الهضرة حالتك حالة وانت تحوس على لونكات وين وصلت؟ كي تبرا ساهل. شوفي نقول لك حاجة، إذا كان نزحف لغز هذا لازم نحلو، والناس هادو لازم نكشفهم واحد بواحد. كي عوايدك راسك خشين يو كيما قلت لك، التهاب صحتك نهار اللي تبرا وتريح ومن بعد سهل الحال. نبيل شراك يما؟ لاباس وليدي، وانت راك مليح؟ بخير يما. انت كل مليح، راك مدفي روحك، راك لابس مليح. قلقيش روحك يما، راني مليح. الحبس ما راحش كيما بكري، وزيد الصلاه اللي راني فيها انا ورحيم، المحابس اللي معايا كامل كيفي يستناو يحاكموا عليهم. ربي يطلق صراحك وليدي ويطلق صراحهم هما. امين يا ربي امين. يما انا مظلوم، ياك على بالك انا مظلوم يما؟ على بالي وليدي، على بالي بلي راك مظلوم. تخافش انا معاك. وبابا واش راه؟ باباك خليته مع لافوكا، راهو غير يجري باش يثبتوا براءتك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وديك المهبوله تاع لميا واش راه؟ سلم عليك. غير تهضر عليك مسكين. سالي عليها بزاف، قولي لها نبيل ما دار والو. على بالي، على بالها، ما درت والو وليدي. ان شاء الله تخرج منها قريب قريب، ما تخافش انا كامل معاك. ان شاء الله يما، ان شاء الله. نبيل اقعد وحدك، جبت وحدك. قلقيش روحك يما، قريب تخرج ان شاء الله. حنوري الكافيس حتشوفيهم اون اكسكلوزيفيتي، بس تشوفي بلي لا ديرنيير فوا كي قلت كاني شا كافي ما كنتش غلطه. صافا صافا. شفت راه هكذا صافا؟ وي. مانيش مأمنة بلي ناس كيما هادو يقدروا يديروا هكا. مازال سون كومونتير حنان، انا وحدة ما فهمتش. ما يخافوش على البوست تاعهم، ماني فاهمه فيها والو. وهو علاش راهم غارديهم عنده؟ علاش راهم غارديها اللي زادو؟ حابه نعرف واش يدور في راسو. انك هادي تانيت حاجه كامل ما كنتش نستنى فيها.
على ما كنت نسنافع وعبك بلي هادو عليهم حبس وش حيدير بيهم أنا حطيته واش كي حبيت تعرفي؟ حبيت نعرف هذيك اللي جات ترتق في لي طالون تاعها واش جات تدير؟ يا اخي ما كاش تحكي لها مره وقت اخرى كي تحكي لها مره فايزه فايزه ولا خاسره مانيش ناقصه غير باش ما يروحش بالك بعيد مدام فايزه نعرفها هي وراجلها ربي يرحمه اكثر من 15 سنه كي كنت نروح لانجليز كان يعرضوني الحشا هما مانفستين لي كومبلكس اي دي زوتيل اون اوروب هذا مكان مالا السور جات تعرضك على ان بتي سيجور وعلاش لا لون انجلتير قولي عرضتني على مشروع وي نسيما شفتي الكرسي اللي راكي مريحه فيه انتي اي واحد يجي ولا وحده شوف هادي الشيفخ الربح ابخسه ما عنده والو ينوض يوقف ويتفضل فهمتيني واش عرضت عليك عندها ثقه كبيره في الشركه تاعنا عندها رايح تفتح كومبلكس كبير حنا نبنوه مساس حتى وين تبنى حجره بحجره ومنها يكون جزء في الفرع تاع الشركه تاعنا ولو ما عندناش اختصاص في هذا الشيء بصح حنا نحكموه نسيما في الربح اكثر سي بون فهمتي درك هادي سي اون تري بون ايدي سنانا نافونسيو شويه برك في البروجي تاعنا غير 50% ونجيبو البروجي تاعها نعينو لو مدير وكيما قلت نديروه فرع من الفروع تاعنا هذا هو الراي اللي كنت حابه نسيما حتى انا ما عطيتها حتى موافقه حبيت نطول الخيط باش تعرف اقل خساره اكثر ربح كيما هي كيما الناس اللي يجيو يريحوا في الكرسي فهمتي قول لي المدام مازالها في دارهم زعما راهي غضبانه دير مزيان لو كان تبقى في دارهم باش نريح شويه قول لي انت العربي اخي على بالك باللي غير غدوه نكونوا 23 في الشهر ولا نسيت ايه يا حوريه ما نسيتش على بالي غير غدوه ان شاء الله على 11 تاع الصباح ما زاد الحاره صح وش بيك ماك مقلق ماك محير ولا كش ما مخبي عليا ماني مخبي عليك والو الشي اللي كاين على بالك به والحل كيفاه الحل يا حوريا في الايمان في يد ربي سبحانه نحاسب حاجه هكذا بصح مانيش عارف واش هي حنا ما علينا غير الصبر هذا البلاء هذا يجي من عند ربي ما يلزمش نتجاهلو نصبروا برك نصبروا على المحان حتى يفرج ربي حنا سكرنا الموضوع وانت رجعت له ما كنتوش الهضره ناصر عايشك مقلق يرحم بابا كيف حبيتني ما نتقلقش الكلب تاع الانترميديير حكي لهم على كلش ويعرف كل شيء عليا ديجا كون جاب لي ربي راه داير مارشي مع لي زونكيتور وراح حكى لهم على كاع لي زافير حتى اللانغوات نهار جست اللونكيت جبدوا لي واحد السؤال على الراس تاعي يحبس كاين دي زافير عندهم 5 سنين حكوا لي عليهم نصرك خايف اعطيني نيتك لو كان حكم عليك كاش براف راك معايا هنا هي حاجه مليحه كي يسمعوها وكي يسمعوك انت تلفتها لهم في هذه يعطيك الصحه بافو نتقلقش روحك راك مع رفيق على بالي